مع هيدينك رجعت البسمة للاعبين. مدرب محترم وتدريباته ممتازة، بيجيد التعامل النفسي مع اللاعبين وده الأهم، بجانب إجادته لكل اللغات تقريبا. كسبنا أول مباريات معاه وقلنا لازم ناخد بطولة عشانه، وفعلا أخدنا كاس إنجلترا ووصلنا النص نهائي دوري الأبطال، وكان المنافس برشلونة من جديد. الذهاب خلص 0-0، وفي العودة قدمنا مباراة رائعة وسجل مايكل إسيان هدف التقدم. الحكم كان غريب جدا، ضربات جزاء ما تتحسبش وقرارات عكسية غريبة، لحد ما هيدينك قرر يخرجني آخر 10 دقايق، وداني ألفيش بقى حر يتقدم براحته. وفي الوقت الضايع سجل إنيستا الهدف الشهير، هدف أنهى حلم التتويج بدوري الأبطال مع هيدينك. ومن هنا انتقلنا من هيدينك لأنشيلوتي، يمكن نقدر نحقق الهدف معاه أخيرا. أنشيلوتي راجل محترم قبل ما يكون مدرب ممتاز. يوم تعيينه كنت في أجازة مع أسرتي، ووصلتني رسالة منه بيقول إنه سعيد بتدريب فريق يضم دروكبا. تصرف بسيط بس بيشرح لك شخصية أنشيلوتي. كل شيء كان ماشي بامتياز لحد ما قابلنا إنتر ميلان في دور الـ16، ومورينيو كان حافظ كل حاجة عننا. لما خرجنا اجتمع بينا أبراموفيتش وقال لنا خزلتونا، دلوقتي مش قدامكم غير الفوز بالثنائية عشان تعوضونا، وده كان سهل الحقيقة وحققناه. في الموسم التالي رجعت الإصابات، أصبت المرة دي بالمالاريا وكنت في البيت بهلوس. بدأت أفكر وأنا وصلت لسن 32 سنة إن المستقبل ما عادش ليا، وفي نفس الوقت النادي بيتعاقد مع فرناندو توريس. فقدت مكاني الأساسي، وفي مرة من المرات كنا خسرانين قدام مانشستر يونايتد وأنشيلوتي طلب مني أسخن. قلت له الوقت الباقي ما يخلينيش أعمل حاجة، بس نزلت وسجلت هدف ما كانش كافي للعودة في النتيجة وخسرنا فعلا. وبنهاية الموسم خسرنا كل حاجة ومشي أنشيلوتي. ورغم الرحيل والخلافات لكن ما بكنش لأنشيلوتي غير كل احترام. يوم رحيله بعتلي رسالة وقال لي سعدت بالتعامل معاك ديديه، رغم اختلافنا أحيانا لكن اتشرفت بمعرفتك. أنشيلوتي رحل وما حققناش هدف الأبطال، فهل هيتحقق مع فيلاش بواش؟ كنت حاسس بكده لكن ده ما حصلش، حصل مع مدرب تاني ما كناش متوقعين نجاحه تماما. قدامي نوير بيتحرك يمين وشمال وبيحاول يشتتني. الموضوع سهل، لو سجلت الركلة دي هنكسب دوري الأبطال وحقق حلمي وحلم فريقي. فكرت أشوطها بانينكا وادخل التاريخ، بس قلت ولو ضاعت لا أنا هتقدم بهدوء وأسدد. نرجع لبداية القصة، استقبلت فيلاش بواش بسعادة لأنه صديقي في الأساس من وقت ما كان كشاف مورينيو في بورتو وبيتابعني وأنا في مارسيليا. كمان أسلوب لعبه متطابق مع مورينيو وده هيسهل الدنيا أكتر. لكن كل ده اتغير تماما بسرعة لما عرفت أنه عايز يغير دم الفريق، وأنه حط اسمي أنا ولامبرد وأشلي كول ضمن المعروضين للبيع. كنت متفهم طلبه لأن عندي 34 سنة، ونفس الأمر للامبرد، لكن الطريقة الثورية في طلبه خلتنا غير قادرين على قيادة الفريق. هوجه اللاعبين الصغار ازاي وهم مستنيين رحيلي، وازاي اقدر احس بدوري واحنا متعادلين 0-0 مع ستوك سيتي ومع ذلك انا لسه على الدكة كأني لاعب ملوش دور. ماتش تاني ما لعبتش غير 10 دقايق، بعد الماتش رحت له وسألته انا ليه ما لعبتش غير 10 دقايق، قال لي انت عارف انك ما تغيرتش تماما؟ حلو، يبقى ليه ما بلعبش بقى؟ قال لي عشان توريس كان الافضل في معسكر الاعداد. قلت له الحقيقه انيلكا كان الافضل، بس الاهم هل ده معناه انك مش شايف ليا دور في الفريق؟ رد بكلام ملوش معنى بس مفاده ان وقت الرحيل حان فعلا. الأسوأ كان اسلوب لعبه المبني على البناء من الخلف واللي غير متناسب معانا تماما. قبل ماتش ليفربول حذرته من الطريقه دي وقال لي ديديه التزم بالخطه. لعبنا الماتش وخسرنا بجول اتقطعت فيه الكوره من المدافع. بعد الماتش جمع القاده وقال لهم انا حاسس ان انا مش على الطريق الصحيح، حسيت انه اخيرا بيطلب راينا. فقلت له بصراحه لازم نبطل تغيير كتير في الفريق، ودي كل لاعب 3 ماتشات متتاليه واحكم عليه بعدها، وممكن نلعب بطريقه مناسبه لينا لحد ما النتائج تتحسن شويه وترجع تاني لاسلوب لعبك. ايام قليله ولا كاني قلت حاجه. وقف قصاد الفريق وقال لنا يا اما تلعبوا بطريقتي يا اما تقعدوا في البيت، طريقتي هي اللي هتجيب دوري الابطال. كله هز راسه الا انا، وقفت وقلت له انا مش مؤمن ان طريقتك هتجيب دوري الابطال، انا اسف. رد عليا وقال لي لازم تؤمن بدايه صديقي. من وقتها بقى الفريق كله بيتريق عليا،
كل ما يشوفوني يهزوا راسهم ويقولوا لي لازم تؤمن يا صديقي. مع كل الأجواء دي ومع وصولنا ليناير وإننا بقينا لأول مرة من 8 سنين برا المربع الذهبي للدوري، رحت لديماتيو مساعد فيلاش بواش وقلت له إني عايز أمشي. قال لي ما تتكلمش في حاجة من دي دلوقتي واستنى شوية. ما فهمتش حاجة، بس تاني يوم طلع خبر إقالة فيلاش بواش وتولي ديماتيو المهمة، وهنا فهمت وبدأت فعلا أؤمن. مع ديماتيو رحلة قصيرة لكن ممتعة، هتعرفوها في الحلقة الجاية.